يقول لي بنتي 3 سنين تتقتل كده ليه؟ تتقتل كده ليه؟ أنا اسمي هند حسن، إحنا بنسعى كلكات العلاقات كل يوم زي الناس، فنزلنا نجيب فطور أنا وريتال، بس هي دلع هايدي، فروحنا نزلنا جبنا الفطار وماشيين في أمان الله. وروحنا جبنا السوبر ماركت اهو، المطعم اهو، العصير اهو، وجبنا ورايحين بقى نجيب العيش. فلقيت بنتي في الربع ساعة دول ما لقيتهاش جنبي. الساعة 10، 10 وربع، قول 11، مش هقول لك بقى 11، احنا كل ده بنقضي 11، قول 11 زي ما هما بيقولوا لي. رحت لقيت عيل وانا بجري، يا ام هايدي بنتك ملفوف فيها خيط، انا بحسب خيط طيارات. فبجري على البيت لقيت واحد قال لي لا مش هتنفع تخش، ده بنتك مخنوقه جوه. طب اشوفها؟ قالوا لي لا مش هتشوفيها. في ربع ساعه بدور عليها ويقولوا لي ان بنتك اتخطفت واتشنقت، ده بنت اللي عاملاها. في بنت ذكيه تخطف وتقتل وتعلق المشنقه اللي هم بيقولوا لي دي مش مشنقه، لا دي مشنقه. وشويه يقولوا اصل في واحد دخل وخرج قبلها بربع ساعه. في واحد مقنع، ده البنت هي اللي عامله بتتفرج على افلام. طب انا عايزه اعرف في كل ده في ربع ساعه؟ الجريمه هتتعمل في ربع ساعه؟ مش جايبينها وهي داخله البيت وما كملتش ويقولك اصل دي ما كملتش. انت مش عايز تديني يعني، مش عايزين تقولوا لي بنتي ماتت ازاي وما حضرتش دفنتها كمان؟ شطفتها كالعادي، يلا بقى ننزل. اتشطفت، غنت في عندي في التليفون بتاعي اللي هم واخدينه هم حضرتهم، في عقد البطل ملفوف، هي بتحب ان هي ترقص عليها، فبتقولي رقصتيني يا ماما رقصتيني. فرقصتها تاني مره، قالت لي اديها عادي، ونزلنا وقعدت تضحك، حضنتني وبصتني كالعادي. احنا قاعدين نفس القعده وحطيتها في حضني، قلت لها خلاص انا هنزل اجيب لك فطار. فهي نزلت جريت. 3 سنين عايزه امها عشان هي بتحبني. طب هي طبعا بتقعد معانا والدتي، ما لناش حد الا انا والدتي بس، ما بقعدش مع حد غيرها. والناس المطعم بتاع المطعم شايف بنتي جنبي، ما بيقول لي اصل انت مش مع بنتك خالص. ازاي مش مع بنتي؟ 3 سنين هتخش المطعم تجيب فطار وتجيب الاكل وهتقول عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده زي ما هو بيقول لي؟ مين؟ امال بنتي 3 سنين هتروح عند بتاع العصير وتخرج المسافه دي كلها وانا قاعده زي ما هما بيقولوا ان انا كنت قاعده وانا مش معاه؟ يجيبوا لي الكاميرا اللي انا كنت عند المطعم وتسالوا بتاع المطعم انا داخله وبنتي معايا. انتوا بتقولوا لي بقى دي عيله؟ طب ما خنقتش ليه قرايبها؟ مش معنى اختارت بنتي تخطف وتقتل وتعلق المشنقه دي، دي عيله؟ تثبتوني ان دي برضو عيله؟ لا، ما انا متفصله اصل وابوها متفصلين عن بعضيهم. طب ما انا ووالدهم برضو متفصلين عن بعضيهم، بس ما عنديش عيل كده، ما عنديش عيل كده. طب ما كانت قتلت ابن عمتها ولا بنت اللي هي عايشه معاهم؟ طب كانت خدت بنتي في شارعهم ودخلت قتلتها، مش معنى اختارت شارعي؟ ها؟ مش معنى اختارت شارعي انا تقتل في بنتي فيه؟ انا ما عنديش اعداء مع حد، ما عنديش. هو يقول لي انا بلاش تبص كل، انا بلاش نص الاول عبد الفتاح السيسي يقول لي بنتي 3 سنين تتقتل كده ليه؟ عايز اعرف دي تتقتل كده ليه يا فضل؟ ليه ما اذيتهاش في حاجه؟ ما اذيتش اي حد في حاجه؟ ليه يقولوا لي اصل انت فيك عداوات؟ ما عنديش عداوات مع حد. ينزل يعمل تحرياته ويقول لي انا ما عنديش عداء مع حد. 3 سنين ايه؟ ضعيفه اصلا مش تخينه. 3 سنين، 3 سنين تتقتل لي كده؟ شويه يقولوا لي اصل انت كنت ملبسه حاله دهب، قلت لا. طب ما اختصب قال لي لا.
تتقتل 13 سنة انت عامل الجريمة دي كلها، وشوية تقولوا لي 11 وشوية تقولوا لي 10. ما تجمعوها وقولوا لها انت دخلتي البنت لمين في البيت وهي هتقول. ما انا بنتي عندها 11 سنة، عندي ابني عنده 13 سنة، بدخلهم مدارس بروح بهم معاهم المدارس. ما بنتفرجش على، طب ما كل الناس بتتفرج على افلام رعب في التلفزيون، في افلام رعب. ازاي طفل هتقول لي طفل يعمل كده في عيله 3 سنين؟ بالله عليكم قولوا لي بنتي اتقتلت ليه؟ انا ما بعملش حاجه وحشه مع حد، قولوا لي بس بنتي 3 سنين ويبان تتقتل ليه؟ او بيفكروني ان انا كده بهدى. اقول لهم طب وراني ولسه مش ده ليكي ولينا، اصل احنا واخدين تعاقد على البنت ان هي مع اهلها. يعني انا اتحرق قلبي وهم واخدين العقد عليهم ان هم ما يجوا حدش يجي جنبهم؟ هم ولا هي عايزين انا ليه؟ ما تقولوني يجوا معزون انا ليه؟ 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 الظابط بيقول لي بنتك لابسه ايه؟ قلت له بنتي لابسه شورت موف كده ولابسه فانلة قط بن صفرا في كمون. بقول له طب تعالى حضرتك ندور في الغيط يمكن حد مشي بيها جوه، مشي بيها كده يمكن مش بنتي. هو عارف ان هي بنتي، عارف ان هي بنتي. طب انا هقول لك حاجه، اصل انت مش باينه في الكاميرات. لا هات لي الكاميرات وانا هوري لك نفسي ان باينه ولا مش باينه وبنتي جنبي. يا عم افرض لو انا مش بنتي مش جنبي وبنتي ما بتروحش كده، فافرض العيله سابت ايدي، اي عيله صغيره تاخدها تعمل كده؟ ليه اعداء مع مين؟ ينزل يعمل لي تحرياته البيه ساعات لو انا ليا اعداء زي ما هما بيقولوا لي انا اتحكم فيها. انا ماليش اعداء مع حد، الناس كلها بتحن عليا، الناس كلها بتحن عليا، عارفين بنتي، كل الناس عارفه بنتي. مش عارفه بنتي اتقتلت ليه، بنتي اتقتلت ليه؟ انا بسال ويقولوا لي بنتي اتقتلت ليه؟ يقول لي بنتي 3 سنين تتقتل كده ليه؟ تتقتل كده ليه؟